الفطر الأسود، إيه الحقيقة وراه؟ معاكم دكتورة هبة الكناني، استشاري طب جراحة العيون من عيادات كنانة. الحقيقة ده ترند إعلامي أكتر منه مرض طبي، سمعنا عنه الفترة اللي فاتت لما حصل انهيار للنظام الصحي في الهند، وتبعه انهيار لنظام التعقيم في المستشفيات، فابتدت تظهر حالات كتير من الفطر الأسود. واتنقل هذه العدوى الإعلامية عندنا في مصر لما ربطوا وفاة الفنان العظيم سمير غانم بالفطر الأسود. طيب، هو الفطر الأسود ده مرض موصوف في الكتب، اسمه الميوكورمايكوزيس، وهو اسمه الفطر الأسود لأنه هو لما بيصيب بيبتدي الإصابة بالجيوب الأنفية، وبعدين يطلع منها للجلد بتاع الوش زي ما شفتوني حاطه الماسك كده، تمام؟ يبتدي الجلد اللي حوالين العين يسود وحوالين الانف والخد، وده بسبب انه بيسد وبيعمل التهاب في الاوعيه الدمويه الصغيره اللي بتغذي الجلد، واللي بتغذي طبعا العظم والاغشيه اللي تحتيه. فلما تتسد الاوعيه الدمويه ما يوصلهاش دم للاجزاء دي من الجسم تبتدي تسود، عشان كده سموه الفطر الاسود مش عشان هو لونه اسود مثلا. طيب، العدوى دي زي ما قلت لكم بتظهر في الجيوب الأنفية، بتظهر لحالات عادة بيبقى مناعتها ضعيفة جدا، مش مناعتها ضعيفة اللي هو ايه، الناس اللي بتجيلنا في العيادات تقول لي انا مناعتي ضعيفة يا دكتور، لا لا لا، هو بيبقاش ماشي على رجليه اصلا، هو بيبقى محجوز في رعاية مركزة، تبقى وعيه وصحته متدهورة جدا، و في معظم الاحوال بيبقى مرضى سكر والسكر مش متظبط، و ممكن يكون محطوطين على أجهزة التنفس الصناعي. وطبعا الكورونا برضو لها دور في ظهور هذا الحدث يعني، ولكن مش بالشكل اللي بيصوره الإعلام. يعني مثلا إحصائيا في أمريكا هي بتظهر 1 في كل 1,000,000 حالة. أنا في حياتي شفت 2 حالتين عدوى انتهازية، لأن الفطر الأسود أحد العدوات الانتهازية، بالمناسبة ما كانوش فطر أسود. ومعرفش ليه هو الناس برضو موضوع مرتبط عندهم قوي بالعين، هو أصلا بيصيب الجيوب الأنفية وقد يصيب العين، لكن في الغالب هو بيبتدي في الجيوب الأنفية. فده مجرد إشاعة إعلامية، تمام؟ الإعلاميين بيبيعوا بيها ترند، مشاهدات أكتر، الصيدليات بتبيع بيها أدوية مناعة أكتر. ويعني أتمنى أن المؤمن يكون كيس فاطن، مش كل حاجة نسمع عنها كده تبقى يعني زي إشاعة فيتامين دال. يعني هو إشاعة فيتامين دال شبيهة كده بإشاعة الفطر الأسود، فأرجو من الناس تهدى كده، وبلاش مرضى الكورونا بالذات كل ما يحسوا بشوية ألم في العين احمرار، لأن معظم مرضى الكورونا بيحصل عندهم شوية ألم واحمرار في العين، يجروا على عيادات دكاترة العيون يكشفوا يطمنوا إن هم ما عندهمش فطر أسود. لا، يعني نهدى كده وإن شاء الله تعدي المسائل على خير، وتكون الموجة اللي فاتت دي في مصر آخر موجة يا رب مع انتشار التطعيمات. وأنصح نفسي وإياكم بإن احنا نسجل ونسارع في التسجيل لأخذ التطعيمات، وما نصدقش أي حاجة يعني إيه تظهر في التلفزيون كده. وألف سلامة ليكم.